هذا النهج هو حقيقة حصل في كلية الطب منذ 4 إلى 5 سنوات سابقة، ونحن مستمرين في هذا العمل وتشجيع الطلبة لعمل البحث العلمي في الأشياء والأمراض التي تخص المجتمع الفلسطيني. فنحن حقيقة سائرون في البحث العلمي في كلية الطب، وهذا النهج أيضا هو ليس بس في كلية الطب وإنما في الكليات الأخرى. اليوم العلمي هو يوم بتم تنظيمه سنوياً لعرض مشاريع طلاب السنة السادسة في كلية الطب. كان معنا اليوم 8 بريزنتيشنز عرضوا، وفي عنا كمان 65 بوسترز. في عنا أكثر من 180 طالب طب اليوم كان عرض مشاريع تخرجهم بوجود دكاترة وأخصائية من فلسطين من جميع أنحاء الضفة الغربية. عرضت أنا بحث بخصوص الالتهابات عند مرضى غسيل الكلى. كرئيس نادي البحث العلمي أنا بحب أشجع كل طلابنا بالجامعة مش بس بكلية الطب على البحث العلمي. بحب أحكي لكم إنه عمادة البحث العلمي عنا بالجامعة تدعم جميع الطلبة المقبلين على الأبحاث. بحثنا كان بعنوان بيحكي عن ديابيتيك جاستروباريسيس، واللي هو أول بحث في فلسطين بيحكي عن التشخيص وعلاج الجاستروباريسيس. قمنا بترجمة استبيان مكون من 9 أسئلة بتساعد بالكشف عن هالمرض والمساعدة في علاجه إن شاء الله. حبيت فكرة اليوم إنه بتخلي الطالب يضل دائما يفكر بالبحث العلمي، يفكر في الدراسات، وضل دائما عنده شغف ودؤوب دائما انه يطور حاله ويطور نفسه بما يتعلق بهذا المجال، لانه بالنهايه لما احنا نطور نفسنا بنطور البيئه الصحيه عندنا في البلد ومستقبلنا لقدام ان شاء الله والنظام الصحي عندنا.